كل ما نيجي المحافظه الدقهليه نكتشف جمال محافظه الدقهليه. الناس دايما تتكلم كده تقول لك المحافظه دي ده مش غنيه، دي من اغنى اغنياء المحافظات على مستوى جمهوريه مصر العربيه. والاجمل كمان واحنا وزملائي كده بنلف المنطقه، موضوع المنظر نفسه كده الفيو زي ما بيقولوا، يعني ادي عندك البنجر وبعدين فول حراتي وبعدين عندك الصوب الزراعيه اللي هي المنطقه هنا مشهوره بيها جدا والمحافظه مشهوره بيها جدا، وعندك على ايدك الشمال هتلاقي الموضوع الطاقه الشمسيه اللي احنا جايين عليه واللي ان شاء الله باذن الله في فتره قريبه كده هيعمم. يعني هذا الرجل المحترم الحقيقه يعني هو يعني صمم يكون معانا بحيث ان هو يطرح الموضوع برؤيه الدوله وبرؤيه المتخصص. دكتور مهندس طارق صلاح وكيل وزاره الزراعه في محافظه الدقهليه. انا يعني ممتن ان حضرتك موجود معانا وعارف كمان ان احنا هنطلع بحاجه جديده باذن الله، يعني كتير جدا من المحافظات اللي ما هتشوفها هتحاول بقدر الامكان انها يعني تتبع هذا الامر. تمام، سعيد بوجود حضراتكم النهارده في محافظه الدقهليه، وان احنا نلقي الضوء على احد المشروعات المهمه اللي بتوليها الدوله المصريه اهتمام، مشروع من مشروعات وزاره الزراعه باستخدام الطاقه الشمسيه في الزراعه، ودي بيدخل صحيح حقيقه من ضمن رؤيه الدوله المصريه لتحقيق التنميه المستدامه في 2030 اللي بيتفق مع رؤية الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة. أحد أهم بنودها استخدام مصادر طاقة نظيفة قليلة التكلفة، والمشروع اللي قدامنا ده من أهم المشروعات اللي ممكن من خلاله بنحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربية بتستخدمها في عملية تطوير الري وتحقيق الري المطور الحقيقة من ضمن حاجات مهمة جدا في وردت في استراتيجية وزارة الزراعة. تطوير الري في الدلتا المفروض ان هو بيوفر عندي 7 مليار متر مكعب من المياه اللي انا بضخها للمشروعات الجديدة في الدلتا الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، فهو بيأتي الحقيقة من ضمن جملة مشروعات بتتركب على بعضها هدفها في الأول وفي الآخر تحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه ووحدة الأرض. هنعمم الأمر ده على بقية الجمعيات وبقية المناطق في المحافظة. هو ده مشروع استرشادي بتقوم به وزارة الزراعة بالتنسيق مع المزارعين اللي احنا بنسموهم القادة الريفيين، بحيث انه الناس تشوفها وتبدأ تمشي على هذا النهج وتسير على هذا النهج في عملية استحداث الطرق الجديدة في الزراعة وفي نظم الري. عاملين مشروعات في كل المراكز في محافظة الدقهلية بحيث انها تكون بيختار الموقع بيبقى على الطريق بنبرز الضوء عليه ونسلط الضوء عليه بحيث ان الناس بتشوفه. الاستفادة الحقيقية منه اللي بتتحقق للمزارع هو اللي بيخليه يحقق الانتشار السريع. تمام. يعني أنا ممكن تكون التكلفة الإنشائية بتاعته في البداية بتكون أكبر من تكلفة المكنات العادية في الري، إلى أنه على مدار 25 سنة تقريبا بيوفر تقريبا النص، يعني 50% بعد 25 سنة هو بيفضل لمدة 25 سنة زيرو تكلفة، زيرو استخدام. أنا بستخدم طاقة بدون تكلفة، فطبعا ده بيحقق عوائد ربحيه كبيره جدا. تمام. للمزارع. تمام. فاحنا طبعا بمجرد ان احنا نلقي الضوء على هذا النموذج الاسترشادي ونحققه بمعرفه الدوله المصريه من ضمن استراتيجيات وزاره الزراعه اللي على طول بيبدا ينتقل للمزارعين الاخرين. الصوب بقى وجمالها كده وانتشارها في المنطقه شاعر كده ان هو برضو انتوا في تصورك خطه مش مجرد ان انا بعمل صوبه زراعيه هنا. لا، الموضوع الحقيقه كان بدايته منذ ان اطلق فخامه السيد الرئيس مبادره حياه كريمه اللي كان هدفها ان احنا نحقق حياه كريمه لاخواننا الفلاحين والمقيمين في الريف المصري، سواء على مستوى الخدمات المقدمه او على مستوى تحقيق الربحيه وتحقيق العوائد الاقتصاديه اللي اتحقق له الحياه الكريمه من خلال الانشطه الزراعيه كنشاط اقتصادي رئيسي. الحقيقه ان الصوب الزراعيه
بتديني انتاج اعلى اربع اضعاف تقريبا، من 3 ل 4 اضعاف من الارض المكشوفه العاديه، بتديني محصول في وقت غير الوقت بتاعه، بتديني سعر عالي اربع اضعاف من الارض من المكشوفه الأرض العاديه. بتوفر لي ميه، الانتاج يعني بتوفر لي ميه، توفير ميه، بتديني كمان حجم كبير من العماله في الريف المصري بيشتغل في الصوب الزراعيه، سواء على مستوى السيدات او على مستوى حتى الاولاد او كده اهوت، في عمليه القطف وعمليات الخدمه اللي ممكن تستمر لمده شهرين او ثلاثه في الصوبه الزراعيه. بتوفر لي ميه لانه بستخدم الري المطور طبيعي، ري بالتنقيط، بترفع لي من كفاءة استخدام السماد. فوائد كبيرة جدا الحقيقة. كان محافظة الدقهلية لها سبق في تحقيق هذه الاستفادات، لأنه تقريبا المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في انتشار الصوب الزراعية. ودي المنطقة تعتبر الكور أو المركز الرئيسي للصوب الزراعية على مستوى محافظة الدقهلية. مركز بالأس، المركز الرئيسي، بيتقدم المراكز كلها بعدد 15,000 صوبة مرخصة. 15,000 صوبة على مستوى، يعني المنطقة اللي احنا فيها دي فيه 15,000 صوبة. 15,000 صوبة، عدد كبير جدا. طبعا هذا العدد ما كان يتحقق إلا بجهد كبير جدا من وزارة الزراعة. أكيد. وخصوصا أن زي ما أنا بشوف كده الأرض أراضي طينية ثقيلة، وهذه الأراضي الطينية الثقيلة تتطلب معاملة خاصة، ولما ينتشر عليها هذا المعدل من الصوب معناه أنه بيتحقق ربحية كبيرة جدا للمزارع. نتيجة جهد للعاملين في وزارة الزراعة، مراكز البحوث الزراعية، استخدام الأصول العالية اللي أنا بطعم عليها لا تتحمل ظروف هذه التربة، سواء من التهوية أو من خلال أو مقاومة لانتشار الأمراض والآفات. الإرشاد الزراعي وما يقدمه، الجمعيات التعاونية الزراعية ومستلزمات. عندنا كم جمعية فند في المحافظة؟ عندنا 550 جمعية في محافظة الدقهلية. محافظة عتيد طبعا، محافظة كبيرة جدا. ألقي الضوء هنا على مجموعة حقائق الحقيقة في هذا المشروع تحديدا. تمام. الخاص باستخدام الطاقة الشمسية. تمام. الحقيقة الأولى أنه وهذه حقائق مؤكدة، وبقول مؤكدة ومؤكدة جدا، يعني أنه مصر بتحتل المركز الأول على مستوى العالم في السطوع الشمسي. وأول ما تحرك من الموقع في مصر يمينا، خطوط عرض يمينا او شرقا او غربا او شمالا وجنوبا، معدلات السطوع بتقل. احنا بنقول تقريبا بيدي 1000 واط على المتر المربع. كويس قوي. كطاقه شمسيه. وهذه حقائق علميه مؤكده. الحقيقه الثانيه اللي انا القي عليها الضوء الحقيقه انه مصر من الدول المتقدمه جدا في انتاج الطاقه الشمسيه. أو إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية. وإحنا بندخل ترتيبنا تقريبا الثالث أو الرابع على مستوى العالم. الحقيقة الثالثة بنستغل ده فن كويس؟ بنستغله كويس جدا. والحقيقة الثالثة وهي حقيقة اقتصادية بدون شك. طالما توفرت مصادر للطاقة فإنه يتحتم وجود تنمية حقيقية. فوجود الطاقة بتاعتنا الشمسية وهذه المشروعات اللي بتوليها الدولة اهتمام كبير، هي بدون شك مسار مهم جدا من مسارات التنمية جداً خلال جداً الفترات اللي جاية، وهي دعوة للتفاؤل أن مصر في من خلال هذه المشروعات والمشروعات المشابهة إليها يتحقق تنمية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة إن شاء الله، من خلال مصادر طاقة موجودة، مصادر طاقة طبيعية، المجهود اللي بيتم بذله من خلال الوزارات المختلفة. تمام. استحداث للتكنولوجيا نفسها بتاع الطاقة الشمسية اللي بتتقدم يوم عن يوم، اللي بتقلل لي تكلفة الكيلو وات، انتشارها وعملية الانتشار اللي احنا دلوقتي بنحط نماذج إرشادية لهذه المشروعات بين المواطنين وبين المزارعين. كل دي في الأول في الآخر إن شاء الله تصب في تحقيق ربحية اقتصادية وعوائد اقتصادية، سواء على دخل، سواء على مستوى دخل المواطن او على مستوى الدخول بالنسبة للدخل القومي المصري. اولا احنا بنشكر حضرتك وجودك معنا، وفي نفس الوقت نتمنى كده انه لما المنظومة تكتمل بالنسبة المطلوبة ننتظر بس تليفون من حضرتك كده ونجيلكم تحت امرك وتشرفونا ونغطيه بالتشرفونا، ويكون في معدل كبير للانتشار لحضراتكم يعني، ويكون معدل كبير للانتشار ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. شكل حضرتك يا فندم دكتور مهندس طارق صلاح، وكيل وزاره الزراعه في محافظه الدقهليه، واحده من المحافظات
الشديدة قوي في مجال الزراعة في مصر وفي مجالات كتير الحقيقة. بشكر وجود حضرتك معنا. شكرا.